قال أيضا قال المهلب وفيه أن ما كان حراما فيجب على العالم أن يؤكد حرمته ويغلظ في التحذير أو التحضير عليه لأبلغ ما يجب. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام إخواني في الله؟ تفضل. إذا أي شيء كان فيه حرام يبينه للطلاب العلم، واللي يحرص دائما يكون دائما من الحرام يبين. لا، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ تفضل. هو ليس البيان بفرمة الشيء فقط، بل التأكيد على هذا البيان بأبلغ الصورة. نعم، فإذا هذا معنى هذا الكلام، أنه ينبغي للعالم أن يؤكد ويغلظ في حرمة الشيء. فإن كان الشيء حراما فلا يكتفي بقوله هذا حرام، وإنما يغلظ ويخوف السامع من هذا الحرام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذا الأشياء وذكر التسميات من يوم النحر وشهر الله الحرام، فإذا به يؤكد معنى ذلك على حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. وهذا إخواني في الله مدعاة لكل مدرس أو مفتن أن يبين غلظ الحرام إذا خاطب الناس. فإذا سألك أحدهم ما حكم تارك الصلاة، فإياك أن تكتفي بقولك أن الراجح أنه ليس بكافر. فهذه عبارة قد لا يفهم مدلولها، فينبغي لك أن تعرضه بأسلوب التخويف، فتقول له أنا لا أفتي بقتله ولا بأنه كافر يرمى على المزبلة ويجعل مع الكلاب، وتخوفه من تارك الصلاة. وتقول اختلف أهل العلم هل يدفن في المزبلة أو في غير مقابر المسلمين، وهل هو فاجر فاسق، فتخوفه حتى توقع في قلبه عظم ترك الصلاة. ما حكم، قد يسألك أحدهم يا شيخ ما حكم الزنا، هل يكفر؟ لا لا يكفر، لا ما هكذا الجواب. فتقول لا، في نفس الوقت الذي لا نستطيع أن نخرجه من ملة الإسلام فهو مجرم فاسق آثم ملعون لعنه الله ورسوله وورد في الآيات، ولا تخوفه حتى يرى عظم اسم الزنا. ويقول أحدهم يا شيخ ما حكم التقرض من البنك، فترهبه وتخوفه بما ليس فيه كذب على الشرع وبما هو وارد في الشرع. لذا إخواني في الله يقول أنس رضي الله عنه ما تندمت على حديث حدثته الناس إلا حديثا حدثته إلى الحجاج، حجاج بن يوسف، كما قال الذهبي نسبه ولا نحبه، وقال عنده من الحسنات تضيع في بحر سيئاته، لو أتينا الناس يوم القيامة وأتى الحجاج لوحده فدادلوه لغلبهم. هذا الحجاج الذي قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في التقريب الظالم المبير الذي لا يحتج بأمثاله. هنا إخواني في الله ندم أنس أن حدثه بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعين وقتل من غدر بالمسلمين، فاتخذها وسيلة لقتل المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فهل أنس حدث بحديث كذب؟ حدث بحديث صحيح، ولكنه ندم أنه أسمعه إلى من لا يفهم، فاتخذه حجة له في ذبح المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكذلك إخواني في الله، عند أهل المعاصي لا بد الذين هم قائمون على المعاصي تكثر من ذكر الترهيب، تكثر من ذكر الترهيب، وتذكر بعذاب الله وعقابه الشديد. أما عندما تتكلم مع التائبين فتكثر من ذكر رحمة أرحم الراحمين. فهذه هي الحكمة، أن تجعل المكان والكلام في مكانه وفي مقامه.